تسلم مديات. تشكر أخي. ظريفة يا لهوي، ما فيها شيء. إيه معقولة. أنت دائما بتجي لهون؟ يعني أحيانا، كل ما بشوف حالي مالي بجي لهون بتسلى بشوفة الناس. صحيح، مثل ما بسمع إنه معظم الفنانين والأدباء بيجوا لهون على قهوة. في هيك شيء؟ إيالكم يا عمي، كل الناس بتعرفكم وبدها رضاكم. مين قصدك يعني؟ أنت مثلا، أكيد كل الناس اللي هون بيعرفوك. وليش بقى؟ ليش؟ لأنك زبون غير عادي. يعني في زبون عادي وزبون غير عادي؟ إيه طبعا، أنت مثلا زبون فوق العادة. أنا؟ شو أنا دكتور؟ شو نسيان حالك مين أنت؟ أنت الدكتور برجاس عبد الحي، أشهر من نار على العالم بعلم الثقافة والأدب والقانون. يعني أنت شخصية مهمة كتير ومشهورة كتير. بجوز كون مهم بس مالي مشهور. إذا أنت مو مشهور، مين بده يكون مشهور؟ أنا يلي على صندوق بنك التسليف. لك بصراحة يا عادل، أنا مو حارق قلبي إلا شغلة واحدة بس. شو هالشغلة؟ شغلة الشهرة. شلون يعني؟ يعني صحيح أنا أخذ دكتوراه بالقانون وبيعتبروني من أعلام المحاماة بالبلد، وصحيح إني محقق إنجازات مهمة بالأدب والفكر، وصحيح إني حاصل على عدة جوائز عربية وعالمية، وصحيح إني رئيس تحرير أهم مجلة ثقافية بالبلد، وأعتبر الأب الروحي لمعظم الأدباء الشباب. بس رغم هالشي يا عادل، لساتني مغمور كتير على صعيد الشهرة. يعني بالقلم نشرح ما حدا بيعرفني ولا حدا قايمني من أرضي أصلاً. لا مو معقول، أنت عم تتواضع دكتور. إيه لاني عم بتواضع ولا شيء. هاي الناس قدامك يا أخي، سأل أي واحد مارق من هون عن اسمي أكيد رح يلوي رأسه ويقلب شفته ويقول لك ما لي سمعان بهالاسم. يا سيدي كلامك غير دقيق على الإطلاق، وأنا برهن لك إنه حتى الرجل العادي بالشارع بيعرفك وبيعرف شغلات كثيرة عنك. ولا بتشوف بعينك؟ طب شو بدك تسوي؟ شو بدك بالك؟ آه يا شب، لو سمحت. مور أستاذ، بدي أسألك سؤال. تفضل. أنت سمعان باسم الدكتور برجاز عبد الحي، سمعان ولا مو سمعان؟ طبعاً سمعان. هذا الدكتور تناسلية مو هيك؟ تناسلية؟ روح على شغلك، الله يرضى عليك. هذا اللي ناقصني، تناسلية. لا وأنا ما لقيت أسأل غير هاد، رح أسألك واحد تاني. لك ايش؟ لو سمحت يا أخ، ممكن؟ نعم. سؤال صغير. تفضل. يا ترى سمعان باسم الدكتور برجس عبد الحي؟ هون عيادته بالمنطقة؟ مو دكتور صحة، هو دكتور بالمحاماة. صدقني انا مو من الحاره، يا ريت تسال صاحب القهوه. يعطيك العافيه، لا تاخذنا.